يمشوا بصيف، حلمه يرفرف برا السور كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خطر قلب الناس القاسي البار. كان يا مكان كان فيه عصفور، قلبه صغير ريشه قصير، حلمه يرفرف برا السور كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خضر قلب الناس القاسي البار. كان يا مكان قلبي حد وترق وحن، رق وحن على البنوتة بزمن الدن. كان يا مكان قلبي حد وترق وحن، رق وحن على البنوتة بزمن الدن. زمن الناس في لوبها وحوش، زمن الغب والناموشوش، زمن الناس في لوبها وحوش، زمن الغب والناموشوش، تحزن غش وتضحك زور. كان يا مكان كان فيه عصفور، قلبه صغير ريشه قصير، حلمه يرفرف برا السور كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خدر قلب الناس القاسي البار. أحلام بضفاير قلبه بس، ذنب هايل وقلبه طاير حبه حس. كان يا مكان أحلام بضفاير قلبه بس، ذنب هايل وقلبه طاير حبه حس. بنوتة بحد وتتنام وبتجري وراها الأيام، بنوتة بحد وتتنام وبتجري وراها الأيام، كل بنات الحوم. كان يا مكان كان فيه عصفور، قلبه صغير ريشه قصير، حلمه يرفرف برا السور كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خدر قلب الناس القاسي البار. اذنكم بقى علشان اروح اشعل المؤتمر. هل اذنكم شعليله يا عبقري؟ هيشعل المؤتمر انت هتقعد لي؟ بقول لك ايه، الدكتور عز في المؤتمر هيصرح بان هو اللي عالج ساره. ده مؤتمر بتاعه هو وبس، مؤتمر بكرسي واحد، كرسي الدكتور عز. يا حسن يا حسن مفيش داعي للسلبية، اكبس على الدكتور عز في المؤتمر وأدب نفسك، فرصتك عشان تدخل التاريخ. وأنا مش عايز أدخل التاريخ. واضح إن التاريخ له ناسه. معقولة؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ الموضوع نازل مفهوش ولا كلمة ولا إشارة إن ابني حسن هو اللي عمل ده. الأستاذ الدكتور عز قال، الأستاذ الدكتور عز صرح. سمك الكبير بيبلع الصغير. انا محدش يبلع حق ابني حتى لو كان حوت. بقى معقوله كل المجهود اللي عمله حسن طول الشهور اللي فاتت دي يتنسب للدكتور عز؟ ده احنا ما كناش بنشوفه، ده كان ناقص يبات في المصحه علشان خاطر عيون الست ساره. امال ايه؟ وفي الاخر بقى الدكتور عز عايز يطلع ابني من المولد بلا حمص. هو فين حسن؟ اكيد مسكين حابس نفسه في اوضته. طبعا مسكين، انت اللي علمته كده، علمته يكتم في نفسه وينسحب ويتقوقع على نفسه ويسيب حقه الكل من هب ودب. الله، هو اي حاجه ما تعجبكيش في الحياه لازم تبقى جايه من ناحيتي انا؟ التاريخ بيعيد نفسه يا دكتور، طلعت نسخه منك لا غاوي شهره ولا غاوي مال، بس انا مش هسكت ابدا، انا هطربقها على دماغهم كلهم.
بتعمل ايه يا حسن؟ اكيد طبعا بيلم هدومه علشان يسافر يريح اعصابه شويه، مش كده برضو يا حسن؟ انا بدور على شراب. قلب الدنيا كلها ودلوقتي بتدور على شراب؟ شراباتك عندك في الدرج التحتاني. لا اصل انا بدور على الشراب الابيض الصوف. هو انت مسافر حته برد يا حسن؟ لا ده مش عشاني، ده عشان ساره، اكيد رجليها بتسقع بالليل. شايف يا دكتور؟ احنا حرقين دمنا عشانه وهو بيدور على شراب عشان الست ساره بتاعته. يمكن ما قراش المكتوب. انت قريت المكتوب في الجورنال كويس يا حسن؟ اه قريته. يعني مش شايفه في اي اشاره عنك ولا اي صوره ليك؟ يا امي انا ما طلبتش من حد يكتب عني اي حاجه. يعني ايه ما طلبتش يا حسن؟ امال ازاي هتبقى دكتور مشهور ولما تفتح عياده ازاي الناس هتبقى عليك بالتوابير؟ بالتلميع الاعلام يا حبيبتي كده الدكتور عز خلاص ضمن ان المصحه بتاعته هتبقى عرش كومبلي لمده 10 سنين قدام. انت كمان يا حسن لازم تستفيد. يا جماعه اللي مكتوب ده مجرد ضجه اعلاميه فرقعه من اختصاص الدكتور عز، لكن لو في متخصص حب يعرف تقرير عن حاله ساره الدكتور عز هيطلب مني وبكل ادب ان انا اللي اكتب التقرير ده. بس كده الدكتور عز خلاص اخد كل الفايده الادبيه والماديه وانت يا دوب هتكتب التقارير. صدقوني يا جماعه صدقوني اللي بيحصل ده مجرد هوجه والناس هتنسى زي ما بتنسى كل حاجه. وانت ليه تدي مجهودك وتعبك لحد غيرك؟ لا وكمان بيدي اللي ما يستاهلهوش. الحمد لله. الشرب اهو. الولد مش طبيعي ابدا. بس اطمن يا حبيبي انا هجيب لك حقك، هتصل بالصحافه واقول لهم كل الحقيقه حتى لو اضطريت ان انا اتصل بوزير الصحه او نقيب الاطباء، المهم لازم ارجع الحق لاصحابه. ولو الدكتور عز بقى رفدني من المصحه هتابع حاله ساره ازاي؟ بالجرايد برضو؟ ده موقف لا يمكن السكوت عليه. دي فضيحه ونزلت على دماغ العيله، مفيش ولا جريده غير لما نشرت الموضوع ده ولا التحقيقات التلفزيونيه شغاله بالصوت والصوره. يا جماعه دي غلطتنا احنا، كان لازم نرفض الموضوع ده من الاول. يا مراد مين كان يخطر في باله انهم هيفكروا في خطه جهنميه بالشكل ده؟ يعني ايه؟ ياخد فلوسنا ويشهر بينا في كل وسائل الاعلام؟ ينشر بيانات ساره بالشكل ده؟ هي ايه؟ اسرار العائلات بقت لعبه؟ خالد انت لازم توقف المهزله دي فورا. انا هنقل ساره فورا من المصحه، اوديها مصحه تانية ووجودها هناك يبقى محاط بسريه تامه. ولازم نرفع قضيه على مصحه الدكتور عز، مش كده يا نهى؟ قضيه واحده قولي 7-8 قواضي، قذف وسب وتشهير وانتهاك حرمات وخصوصيات واذاعه اسرار المريضه ونشر صورها في كل وسائل الاعلام، كل ده من غير ما احنا نعرف. القضيه دي بقى لازم تترفع فورا. اوكي يعني احنا متفقين ان احنا هنرفع القضيه دي مهما كانت التكاليف او المصاريف. ايه ده، هو احنا لسه هندفع فلوس تاني؟ ايوه هندفع دلوقتي بس هنكسب بعدين. انا هطلب تعويض مش اقل من 10 مليون جنيه. يا جماعه اهدوا بس كده وخلونا نفكر بالعقل وبالمنطق ونحسبها من خلال الارباح والخسائر. لاحظوا ان القضايا دي هتقعد فتره طويله جدا في المحاكم، ده في حد ذاته تشهير واستمرار للمهزله دي. يعني ايه يا خالد؟ يا جماعه احنا مش كنا بندور على فرصه علشان نحسم بيها وضع ساره؟ اهي الفرصه جت لغايه عندنا، علشان كده بقى لازم نفكر كويس قوي ازاي نستفيد من الوضع ده اكبر استفاده ممكنه. الدكتور عز سافر امريكا والطياره طلعت من ساعه. اوعى تفتكر انك بالطريقه دي هتقنعنا ان الدكتور عز مش بيتهرب مننا، تبقى غلطان. ها يا خالد بيه، الدكتور عز تلقى دعوه من قناه اخباريه امريكيه لعمل بعض المقابلات التلفزيونيه الطبيه الخاصه بصفته احد الافزاز في الطب النفسي. وطبعا المقابلات دي عن حاله ساره. ساره بقت حادث طبي هام كل وسائل الاعلام شغال عليه. انا هدفعه تمن ده كله، وانت كمان يا دكتور حسن قول على مستقبلك يا رحمن يا رحيم. هي دي كلمه الشكر اللي المفروض اسمعها بعد كل المجهود اللي انا عملته عشان خاطر ساره؟ المجهود اللي انت بتتكلم عليه ده يا دكتور نتيجته ان احنا اتفضحنا في الجرايد. وهدفكم واضح، الشهره والفلوس والمجد العلمي. انا هدفي الوحيد هو مصلحه ساره. وبعدين يا خالد بيه انا لا نشرت حاجه عن ساره ولا جبت سيرتها في اي حته، وحضراتكم لو رجعتوا ال 12 كويس مش هتلاقوا ذكر الاسم باي شكل ولا هتلاقوا صوره ليا حتى. مين عارف يمكن تستغل الموقف بشكل جديد. وانا هاخد كل الاجراءات القانونيه ضدكم. ولعلمك احنا قبل ما نيجي على هنا قدمنا شكوى في نقابه الاطباء. يا حضرات انتوا كده بتعقدوا الموقف. انا مش هسكت، مش هسكت غير لما اقفل المصحه دي بالضبه والمفتاح. طب وساره؟ ساره هتخرج معانا من المصحه ودلوقتي حالا. تخرج معاكوا ازاي؟ ساره لسه محتاجه رعايه طبيه وانا ما استكملتش علاجي. مفيش كلام من ده، ساره هتخرج معايا دلوقتي، انا المسؤول عنها مش انت. لا يا خالد بيه، انا المسؤول عن ساره. انا مكلف رسميا من مجلس اداره المصحه بمتابعه حاله ساره، وساره دلوقتي تحت اشراف طبي، وعشان حضرتك تقدر تاخدها من هنا لازم انا اللي اصرح لك بده. يعني انت عايز تفهمني ان ليك سلطه على اختي اكتر مني؟
في مجال حالتها النفسية أنا صاحب القرار. والله القانون بيقول كده يا خالد بيه، لازم قرار من مجلس طبي متخصص يتحمل مسؤولية وقف العلاج عن حالة سارة. سارة بتتحسن يوم بعد يوم، ومعنى إن احنا نوقف علاجها في وقت زي ده إنها ممكن تنهار من أول وجديد. أنت مش عارف أنت بتتحدى مين. أنت كده بتفتح على نفسك أبواب جهنم. دكتور فايز من فضلك خليك شاهد على التهديدات الواضحة دي. يشهد. أنا هاخد أختي من هنا ووريني بقى هتعمل إيه. وأنا هقدم بلاغ للنائب العام عشان يتحفظوا على سارة في أوضتها في المصحة، وهبلغ الرأي العام عشان يعرفوا موقف إخوات سارة اللي مش عايزين أختهم تكمل علاجها عشان مجرد شوية كلام نزل في الجرايد. أختكم مريضة نفسية يا أساتذة، والمرض النفسي مش عيب ولا عار. سارة نفسها ملهاش ذنب في اللي بيحصل حواليها، والدكتور عز قدامكم عايزين تدخلوا معاه في حرب ادخلوا معاه في حرب، بس سيبوا سارة في حالها بقى. بعد إذنكم يا أساتذة أنا ورايا شغل. طيب يا حسن، لما خليتك تلف حوالين نفسك ما بقاش أنا. آخر بيه اعتبرني طرف محايد، نصيحة مني بلاش تخسر الدكتور حسن، لأن هو الوحيد اللي بيدور على حق سارة في العودة لحياتها الطبيعية، وهو الوحيد اللي فاهم كويس جدا حالة سارة. بلاش تشفشروا عليه، لأن سارة في الأول وفي الآخر هي اللي هتخسر. هتعمل إيه بعد كده يا دكتور؟ محدش هيقدر يجي جنب سارة، حتى لو اضطريت عسكر على باب الأوضة. على فكرة يا دكتور، أنا مستعدة أبات معايا. وتسيبي جوزك وولادك؟ طب أنا صايع، ما ورايش حاجة غير سارة. أنا مستعد أجيب هدومي وأقعد هنا في سكن الدكاترة، وأهو بالمرة أتفرغ لسارة. أيوة دكتور، بس حضرتك لازم تخلي بالك من نفسك ومن مستقبلك، من اللي ممكن يعملوه إخواتها. محدش عايز يقدر موقفي يا سناء. سارة خرجت من السجن اللي كانت محبوسة فيه سنين طويلة، خرجت للعالم اللي حتى ما كانش عايز يعترف بوجودها كإنسانة. أنا قريت كل اللي اتكتب على الإنترنت بخصوص حالة سارة وكل الحالات المشابهة، مفيش حالة حصل لها تحسن زي اللي حصل لسارة. يعني سارة فتحت باب أمل لناس كتير قوي. يا ريت يا دكتور سارة تعرف قد إيه أنت بتحبها. أنا كنت في مدرسة ابتدائي مشتركة، بنات وبنين، كان في بنت طيبة وغلبانة وهادية، وفي نفس الوقت كانت شاطرة في المدرسة. كانت كل يوم تروح من نفس الشارع اللي أنا بروح فيه، بس للأسف الولاد والبنات كانوا بيخلوها تروح في زفة. لاحظت في عينيها نظرة انكسار، ما كنتش عارف أعمل إيه، لغاية ما لقيت الحل في ريكس. ريكس؟ ده كلب حراسة ألماني، والدتي كانت جايباه عشان يحرس لنا الشقة. وفي يوم أثناء صحيت من النوم عملت نفسي عيان عشان ما اروحش المدرسة، وقعدت احسبها، وفي ميعاد خروج المدرسة اخدت ريكس ونزلت، وقفت جنب البنت دي ومشيت جنبها. ريكس عمل حوالينا سور من القوة. تخيل يا سناء، الولاد والبنات اللي كانوا بيضايقوها روحوا من شارع تاني. عمري ما هنسى نظرة الشكر اللي كانت في عينيها، نظرة الضعيف اللي لقى حد يقف جنبه ويساعده. شايفة سارة قاعدة ازاي؟ شايفاها؟ زهرة، سارة رجعت لنا. أنا مش مصدقة نفسي. يا حبيبتي يا بنتي، سارة أنتي سامعاني؟ سارة، سارة، يا سارة، سارة أنتي سامعاني؟ ردي عليا. ايه دكتور، حضرتك رايح جاي في الاوضه كده ليه؟ خدت بالك يا سناء، ساره كل ما اروح في حته بتتابعني بعينيها،
يعني شايفاني؟ ايوه يا دكتور، فهي عامله زي البيبي اللي بيتعلق بوالدته. اكيد ساره ربطت بين حضن والدتها وبين صورتي. بقول لك ايه؟ انا هختفي بره الاوضه وانت قولي لي هتعمل ايه لما نمشي. حاضر يا دكتور. مالك يا ساره؟ ليه مكشره؟ يا ساره ليه؟ لا 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 بس حبيب ماما، لا 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 مش تعيطي مش تعيطي يا دكتور حسن دي بتعيط. ما تخافيش يا ساره، انا جيت يا ساره، انا حسن، انا جنبك. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. عمر دكتور. صباح الخير. صباح الخير. اقدم لك الانسه حنان اخت جوزي. اهلا وسهلا. يا سيدي الانسه حنان كانت بايت عندنا امبارح، وشبتت فيا لازم تيجي تتفرج على الحاله اللي قلبت الدنيا بره، وانت عارف بقى دي اخت جوزي يعني عمتي. وانا اسف جدا، ازاي ممنوع نهائيا؟ يعني ايه ممنوع؟ ده عمر دكتور حسن. وانا هنا اقدم الدكتور حسن وبقول لك لا. صباح الخير يا دكتور حسن. صباح الخير يا دكتور. كنا عايزين نتفرج على ساره الانسه حنان اخت جوزي. انا اسف جدا، ساره مش معروضه للفرجه. يا دكتور ده انا جاي من حلوين. امال دول كانوا جوه بيعملوا ايه؟ انا مامتها يا دكتوره. انا متاسفه، انا متاسفه قوي. تعالي يا حنان. انا اسف جدا يا هاني. والله يا ابني انا ما عارفه اشكرك ازاي، ده انت رديت فيا الروح باللي عملته مع ساره. ده ربنا بعتك يا دكتور عشان ترد قلب ام كانت هتموت على بنتها. يا هانم انا ما عملتش غير الواجب. ده انا بدعي لك في كل صلاه ربنا يسعدك ويوفقك. قولي يا دكتور حسن عايز ايه؟ نفسك في ايه وانا احققه لك فورا؟ بصراحه انا فعلا ليا عند حضرتك طلب، بس مش عارف اقوله ازاي. انت تؤمر، ده انت تستاهل كل خير. يا دكتور ده انت تستاهل تقلك ذهب، ده لو جمعنا مال الدنيا كله ما يكفي الجميل اللي عملته فينا. انا بعد اذنك يعني عايز حضرتك تبعدي عني الدكتور عز و ومين تاني؟ خالد ومراد ولادي مش كده؟ مظبوط كده، بس انا ما كنتش عارف اقولها ازاي لحضرتك. حاضر يا ابني سيب الحكايه دي عليا انا. اصل الدكتور عز ممكن يبعدني عن ساره فعلا. اوعدك ان ده مش هيحصل ابدا، ما حدش غيرك هيعالج ساره، ده لو جابولي احسن دكاتره في الدنيا مش هرضى بيه. انت بتحب بنتي ومضحي بوقتك وسعادتك علشانها، وما انتش عايز لا مكافأة ولا فلوس. خالد بيه ومراد بيه عايزين ياخدوا سارة من هنا ويودوها مصحة تانية. لا ما يقدروش، اصل انا بقى ما بثقش في دكاترة غيرك. ها هيقولوا لي ايه بقى؟ قلت لك سيبهم عليا انا هتصرف، وانت اللي كلامك هيمشي على الكل. انت ريحتي قلبي يا هانم، انا بقى دلوقتي اقدر اتفرغ لسارة من غير توتر ولا قلق. سارة لسه قدامها مشوار طويل قوي، وربنا يقدرني واقدر اعالجها. ربنا هيقدرك وهيوفقك. هيقدرك ان شاء الله يا دكتور، ده ربنا حط فيك السر في شفاها. لو عايز اي حاجه كلمني في اي وقت. ان شاء الله. فوتك بعافيه. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه يا استاذ. مع السلامه. الحمد لله سناء، انا كده بقى ارتحت. خير يا دكتور؟ هياص يا ست سارة، أنا وأنتي دلوقتي بقينا في أمان، بقينا تحت حماية أكتر قلب بيحبك في الدنيا دي كلها، قلب ماما. فتحت معاها الموضوع يا دكتور؟ أنا قلت إنك هتتكسف. لا يا سناء، أنا في الحق ببقى شخص تاني، والحق مفهوش كسوف. إيه يا سارة؟ جعانة؟ على فكرة بقى، سناء عاملة لك شوية أكل هتاكلي صوابعك وراهم. أكليها يا سناء أكليها. يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 يا سارة، انت ليه مش عاوزة تاكلي؟ خلاص خلاص يا مدام سناء ما تغصبيش عليها، جايز مش جعانة، وبعدين سارة عندها إرادة وقدرت إنها تستخدمها. طب بقولك إيه يا دكتور؟ إيه رأيك تأكلها أنت بإيدك؟ امسك. هات يا ستي نجرب، مع إن رئيفة هانم قالت لي إن سارة كانت عنادية قوي وهي صغيرة. يلا يا سارة هم
هم يا حبيبي هم. هم هم هم. يلا يا حبيبي تاني هم. هم هم. شفت يا دكتور بتاكل من ايدك ازاي؟ عارفة يا سارة لو خلصت الطبق ده كله هجيب لك لعب كتير قوي. يلا طيارة رايحة فين؟ هم. ماما مش كل حاجة يقولها الدكتور حسن نصدقها. يا ماما خالد بيقول ان الدكتور حسن ده واخد حقوق وصلاحيات على سارة، احنا اخواتها من لحمها ودمها مش واخدين. انتوا لو حاسين انكوا فعلا اخواتها من لحمها ودمها كنتوا فكرتوا تروحوا تزوروها مرة على الاقل عشان تبقوا عارفين الفرق بين حالتها زمان وحالتها دلوقتي وتعرفوا قد ايه هي اتحسنت على ايدين الدكتور حسن. ماما يا حبيبتي يصعب عليا قوي يا خالد لما اقول ان حسن حن على اختكم منكم، اختكم اللي مرمية في مصحة ولما ربنا يوقف لها حد ابن حلال عشان ياخد بايدها ويعالجها تهددوا انكم هتوقفوا العلاج مع ان اللي هيتاذي اختكم ساره مش اي حد تاني. يا ماما ساره دي تبقى اختنا، يعني احنا بنتمنى من كل قلبنا انها ترجع تعيش معنا تاني. وحبنا ليها مش محتاج لا دليل ولا اثبات. امال اللي بتتصرفوا في حقوقها كانها ماتت مش عايشه. يا ماما احنا مش عايزين بس حد يستغلنا او يسرقنا او يستغل ضعفك تجاه اي حاجه تمس ساره. احنا بندافع عن حق ساره في خصوصيتها اللي هي اسم العيلة وسمعتنا في السوق. سارة بره السوق ده مراد. سارة مريضة وعمر المرض ما كان عيبة في حق أي عيلة. أنا متأكدة إن لو حد في كنتوا اللي كان عيان سارة كانت هتروح تزوره وتطمن عليه كل يوم. ماما حبيبتي أنا ما عنديش مانع إن حسن يكمل العلاج بس بشرط لا يستغلنا ماديا أو إعلاميا. وأظن إن ده حقنا يا ماما. طبعا حقكم وأنا عارفة إنكم تقدروا تاخدوا حقكم سوي. لكن حقوق سارة أنا اللي هدافع عنها. مالك متوتر كده ليه يا حسن؟ قد كده خروجك معايا بقى يوترك؟ يا علا لاحظ إن أنا معظم وقتي بقضيه في المستشفى في صمت وهدوء، وبصراحة بقى فعلاً الأماكن العامة دي بقت بتوترني. طب ما أنت اللي جايبه لنفسك. طيب من فضلك بقى اطلبوا لنا العشاء عشان ألحق آكل لقمة وأرجع المستشفى. لا أنت مش هتتعشى غير لما تشوف المفاجأة اللي أنا محضرها لك. إيه ده؟ ومش انت لما جيتي للمستشفى فجأة هي دي المفاجأة؟ لا طبعا يا حبيبي، انت النهاردة هتقابل الراجل اللي هيغير لك مجرى حياتك. هيغير مجرى حياتي؟ مأذون؟ هنكتب كتابنا في المطعم يا حسن. قد كده مستعجل على الجواز؟ لا اصل هما اتنين بس اللي ممكن يغيروا مجرى حياتي، المأذون وعشماوي. ما تشر عليك اهو جه. سوري يا جماعة اتأخرت عليكم، كان عندي شغل مع الفنانة جواهر جوهر. الباشمهندس هادي وردة أكبر مهندس ديكور في البلد، الدكتور حسن خطيبي وهو اللي بيعالج سارة. مش ممكن الدكتور المعجزة؟ أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا الله يخليك. الحقيقة إحنا الحمد لله قدرنا نقنع الأستاذ هادي إنه يعمل لنا الكوشة بتاعت الفرح بتاعتنا، إيه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ تكلمي جد؟ والله العظيم أحمدك يا رب وأشكر فضلك. وانا عمال طول الليل مش عارف انام، عمال اقول مين اللي هيعمل لي ديكور الكوشه، مين اللي هيعمل لي ديكور الكوشه، اتاري القدر مخبي لي الكابتن ورده. ايوه بس بشرط. احنا موافقين على كل شروطك، بس اهم حاجه بقى تطلع لنا العبقريه في فكره الكوشه اللي ما حصلتش. انا شرط بسيط خالص، اتصور مع الحاله اللي بيعالجها الدكتور. ياه دي حاجه تافهه قوي. يا سلام، وفي اتفه من كده؟ ده هتبقى بداية لحملة أوريجينال خالص، وقصاد كده هديكم فكرة كنت عاملها في فرحي، بس مش خسارة فيكم، هستوحي الفكرة من بيوت الفلاحين. معقولة يا باشمهندس هتعمل بيوت فلاحين في فندق خمس نجوم؟ الله انت ما حصلتش يا باشمهندس. وبدل الكراسي هنعمل مصطبة. الله الله أكبر. وعلى شمالكم فرن فلاحي وواحدة قاعدة بتخبز رمز الخير، ووراكم بقى مفاجأة نخلتين رمز البلح الزغلول صح؟ وعلى يمينكم برج حمام يفضل يرفرف فوق المعازيم. الله. طب بقولك ايه، ما تعمل لنا ترعه صغيره كده في النص. الدكتور فكر في الاحلام الممكنه. الله على رايك، يعني احنا ضمننا كمان العيال الصغيره ما يسيبوش اهاليهم يروحوا نطين في الترعه. منور يا ورده. ميرسي ربنا يخليك. الو ايوه يا مدام سناء. لا والله الدكتور حسن مش فاضي. هاتي هاتي. ايه يا مدام سناء في ايه؟ لا لا
لا بلاش حقن مهدئه. انا جاي حالا، انا جاي. معلش بس مش عندي شغل. باي باي ورد. الله، طب والكوشة يا حسن؟ احنا اسفين جدا يا باشمهندس، حصل لنا ظروف طارئه، هبقى اكلمك في التليفون. موقف سخيف جدا، انا اول مره اتساب لوحدي. كفايه يا سعد بس يا حبيبي، كفايه عشان خاطري. طب بصي 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 بصي، الله ايه الكوره الحلوه دي؟ اعملي بس يا رب عشان تبطلي عياط. شويه ولا مدي شويه، مش كده؟ ايه بس يا حبيبتي، بس بس يا حبيبتي، بس بس انا جيت اهو. بس يا حبيبتي بس. سناء الرضعه بتاعتها جاهزه؟ جاهزه يا دكتور، بس مش عاوزه تاخدها. طب هاتي هاتي انا هجرب. بس يا حبيبتي بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسفة يا دكتورة علا، بوظت لكم السهر، بس أعمل إيه؟ دي عمالة تعيط من الصبح، عاملة زي الطفل اللي بيدور على مامته. والحمد لله، مامته جت عشان ترضعه. الحقيقة دكتور حسن الله يكون في عونه، ما بيسيبهاش إلا وهي رايحة في النوم. وهي سارة مالها حلوت قوي كده ليه؟ البركة في الدكتور حسن، دي حبت عيني سنين طويلة وهي مرمية في السرير. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، بتاكل وبتلعب وبتلاغي. وانت بقى يا دكتور حسن بتعملها كأنها طفلة صغيرة؟ هي فعلا طفلة، بس جسمها جسم شاب. الحمد لله نامت، ايديك فيها شفا يا دكتور. شايفة ولا؟ شايفة سارة عاملة زي الملاك ازاي وهي نايمة؟ ولا فارق معاها الدنيا واللي فيها. يظهر يا دكتور حسن انها ما بتحسش بالامان غير وانت معاها. الطفل ما بيحسش بالامان غير في وجود امه، امه اللي بتحبه وبتخاف عليه وبتحسسه بالامان. عشان كده سارة ما بترتاحش غير في وجودي. دكتور حسن، حضرتك تقدر تروح تكمل سهرتك. سهرة ايه بقى؟ هو اللي عنده عيال بيرتاح؟ علا انا اسف بس غصب عني والله. لا لا ولا يهمك خالص يا دكتور، على راي اللي بيقوله، اللي جاب لك يخلي لك. هروح انا بقى. طب استني استني، انا هروح معاك. استني. لا وعلى ايه؟ لحسن ساره تصحى تاني وتقعد تعيط. على رايك. طب والله عندك حق، انا هقعد معاها وروح انت. انا متشكر قوي انك مقدره موقف. تصبح على خير. وانت من اهله يا دكتوره، مع السلامه. معقولة يا علا؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ معقول تفكيرك يوصل للدرجة دي؟ يا دكتورة فلك، انا شفت بنفسي. شفتي ايه بس يا حبيبتي؟ مجرد دكتور بيعالج المريضة بتاعته. ده انا كأني بشوف حسن لأول مرة. حسن ابن خالتي اللي المفروض ان احنا تربينا سوا، وكنا زملاء في كلية الطب 7 سنين، وبعديها 4 سنين خطوبة. تخيلي بقى، الانسان اللي انا عاشرته طول المدة دي كان حاجة تانية خالص وهو مع سارة. والله جايز دي أول مرة تشوفي حسن وهو بيتعامل مع المرضى بتوعه. لا يا دكتورة، دي مش علاقة طبيب ومريضة، في حاجة تانية أنا مش قادرة أفهمها. تحسي كده علاقة ما بين أب وبنته. حسن وهو مع سارة بينسى الدنيا كلها، وبيبقى كل اهتمامه وتركيزه ومشاعره مع سارة، كأني سارة دي اتجمعت فيها الدنيا كلها. شوفي يا علا، سارة مجرد حالة وحسن مركز فيها قوي قوي. جايز ان هو بيحاول يلاقي جسر او لغه مشتركه عشان يفهم اللي بيحصل جوه عقل ساره. اي شيء بيصدر عن عقلها مهم جدا في علاجها. حسن يا دكتوره زي ما يكون دخل عالم مسحور، والعالم ده مش هيخرج منه تاني ابدا. ساره اثرت فيه وفي طموحاته، حتى مستقبله بيبص عليه وهو عينه مع ساره، كان هي المستقبل مش انا. لا 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 يا علا، لا لا لا، ده كلام مش منطقي ابدا وانا مش فاهمه. يا دكتورة فلك افهميني، أنا عايزة حسن يبقى ليا أنا لوحدي، زي كل بنت في الدنيا بتتمنى إن شريك حياتها يبقى ليها هي لوحدها. بصراحة بقى بعد اللي أنا شفته ده، أنا واثقة إن حسن ما بقاش ليا. كل اهتمامه للبنت دي، وأنا ما بقاش ليا أي دور في حياته. الله الله عليك يا علا، إيه ده كله؟
انت قد كده بتحبي حسن ابني؟ انا سعيده جدا، بس يا ريت بقى تحاولي توصلي لحسن الاحساس ده. تفتكري انا هقدر احب واحد كل احاسيسه ومشاعر الواحده تانيه؟ مش علشان خاطر عبد الخالق بيه، ده عشان تشريفي بس. ميرسي على حضرتك دي يا خالد بيه. وانا جبت لحضرتك الحاجات اللي انا عايزه ابيعها علشان تتمنها لي لما نوصل للمشتري. ده انت داخله حامي قوي في الشغل. مفيش عامل في الشغل؟ لا في، ان انا لغايه دلوقتي لسه ما سمعتش صوتك مع اني سميه. حضرتك تقدر تشرفني في المحل اللي بغني فيه وهتسمع. ويا ترى بعد ما اسمع ممكن يعني اقول رايي واحنا بنتعشى سوا؟ مع الاسف انا لو ما عنديش شغل وقتي كله بيبقى لابني. اتفضل يا خالد بيه، دي الحاجه اللي انا عايزه ابيعها، يا ريت اول ما تلاقي مشتري مناسب تقبلها. طب على الاقل يعني استني لما تاخدي صد الحاجات دي. عبد الخالق بيه مانعني اعمل حاجه زي كده، انا اسف. اتفضلي. ايه الحكايه يا سميه؟ جيتي بدري يعني، كنت متوقعه انك تتاخري اكتر من كده عند خالد بيه. انا اللي نهيت المقابله يا نبيله. تنهي مقابله مع مليونير زي ده؟ الاستاذ عايز يعزمني على العشاء من اول مقابله. وماله يا حبيبتي، الراجل جدع وبيوفر في وقته وفي وقتي. بعدين بقى يا حبيبتي الحكايه لما تكون فيها مليونير ما فيهاش بقى لا اخذ ولا رد. انا ليا اسلوبي وانت ليكي اسلوبك. ماشي يا ست سميه، ادينا بنتعلم منك. ايوه اتعلمي، وعايزاكي تجمعي معلومات على قد ما تقدري عن سخالب ده لما نشوف حكايته ايه. ماشي. اتفضلي يا ست هاني، مفاجاه كل يوم. متشكره يا زهره، ده احنا ولا كاننا بنهرب بضايع من الجمرك. بقول لك ايه، ده اخر تهريب من الجمرك، خلاص بعد كده انا مش عايزه قهوه تاني. ان كانت بتتعبي بلاش منها خالص. بتتعبني وانا عايزه اخلي بالي من صحتي عشان اخف، عشان ساره محتاجاني يا زهره. يا ست هانم كلنا محتاجين لك مش ساره بس. تعرفي وجودك في الفيلا دي مانع حريقه بين الاخوات وستاتهم. اذا كانوا بيعملوا كده على حياه تاني، امال من بعدي بقى هيعملوا ايه في بعض وهيعملوا ايه كمان في ساره؟ لا يا ست هانم، دي اختهم برضو واختهم ما تهونش عليهم. يا بنتي الفلوس ساعات تطلع من البني ادم اوحش ما فيه، وساره بالنسبه لاخواتها فلوس بس مش قادرين يوصلوا لها. برضو بيخافوا مني، عاملين حساب لوجودي. ليه؟ هي البلد ما فيهاش قانون؟ قانون يدي كل واحد حقه؟ القانون بتاعك ده ساعات ما بيبقالوش اي قيمه لو اللي موجود مش عايز يطبقه، بيعطل. وانا عارفه من بعدي ايه اللي هيحصل. مراد وخالد هيحطوا ايديهم في ايدين بعض لغايه ما ياخدوا فلوس ساره، وبعد كده كل واحد فيهم هينضار على التاني، واللي هيبقى في خسران في الاخر ساره طبعا. بعد عمر طويل يا ست هانم انت هتسيبيها امانه في ايد اللي خالقها، واللي خالقها قادر يدور الكون ده كله لصالحها. ونعم بالله يا زهرة، عارفة أنا إيه اللي بيخليني مطمنة على سارة؟ وجود حد زي الدكتور حسن جنبها. شايفة يا مدام سناء؟ الألوان بدأت تشد انتباهها، معنى كده إنها بدأت تميز الألوان بوضوح وقوة بصرها سليمة. بصراحة بقى يا دكتور بنتك سارة دي شقية جدا، من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام ما بتبطلش لعب، دي حتى وهي بتاكل عايزه تلعب. ساره بسم الله ما شاء الله عندها طاقه زايده، ده لان جسمها اكبر من عقلها، جواها طاقات مخزونه كتير قوي، لانها لا بتجري ولا بتلعب ولا بتعمل اي مجهود. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتكتفي بحكايه اللعب دي وبس؟ اللعب بالنسبه لك انت مجرد تسليه لانك كبيره، لكن اللعب بالنسبه للطفل اول احتكاك مع العالم الخارجي واول مدرسه بيدخلها. اللعب بيخلي الطفل يربط بين الاشياء وبعضها وبيعلمه الابتكار. بس في اطفال كتيرة قوي ما عندهاش لعب. الفقر وحش قوي يا دكتور. مع ان اللعب حق دستوري لكل طفل. زمان حتى الفقراء كانوا بيقدروا يخترعوا لعب لاولادهم، كانوا بيعملوا لهم عروسه قطن وحصان خشب. على فكره انا ضد ان احنا نستورد لعب لاولادنا من بره، لان اللعب لازم تبقى من البيئه اللي حواليهم. انا متاكده ان حضرتك هتربي ولادك كويس قوي.
التربية هي الشخصية يا مدام سناء. اللي عايز يعرف هو نجح في تربية أولاده ولا لأ يبص على شخصيتهم وهو هيعرف. أنا هوريكي تجربة. سارة اتعلمت إنها لو عايزة تحتفظ بحاجة لازم تمسكها كويس، لكن دلوقتي هتعرف إن في عالم تاني وإرادة تانية غير إرادتها. واخدة بالك؟ خيالها بيصور لها إنها مجرد ما تمد إيديها للكورة الكورة هتجيلها، لكن بعد شوية هتعرف إن لا إيديها ولا خيالها ممكن يوصلوها للكورة. يا دكتور كده هتعور نفسها. ما تخافيش يا مدام سناء، هي دلوقتي هتتحرك وتحاول توصل للكورة، ما تخافيش. يا دكتور ممكن تقرب لها الكورة شوية، دي تعبت. غلط كده، يبقى بنتدخل بين سارة والطبيعة ونبقى عاملين زي اللي بيوصي على ابنه في الامتحانات وهو كده بيأذيه مش بيفيده. فرق كبير قوي يا مدام سناء بين اني اعلم ابني المشي وبين اني اشيله وافهمه ان هو كده ماشي. خلاص يا سارة، خلاص يا حبيبي، ابعدي عنها يا مدام سناء. يا دكتور دي بتعيط. سيبيها تعيط، انا مش عايز سارة تتعود ان كل حاجة ممكن تجيلها بالعياط. بالشكل ده سارة عمرها ما هتبطل عياط. خلاص يا سارة، ما دام قدرت تحركي ايديكي ورجليكي يبقى انا عندي الحل اللي هيريحك. المشايه دي هتساعد ساره على المشي. ايدك معايا يا مدام سناء، نحط ساره على المشايه. تعالي يا حبيبتي. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك، على مهلك يا مدام سناء. بسم الله على مهلك. حاولي تحركي رجليكي بقى وتمشي. لا لا يا حبيبتي، رجليكي مش ايديكي، رجليكي. حركي رجليكي دي دي. لا يا حبيبتي، يا حبيبتي رجليكي. سيبي دي، حاولي تحركي رجليكي وتمشي بيها على مهلك. بصي انا هزقك وانت حركي رجليكي معايا. ايوه لا سيب، مش للاكل دي يا حبيبتي. لا رجليكي، حركي رجليكي. يلا يا حبيبتي سيبي دي دلوقتي، حركي رجليكي معايا واحده واحده. تا تا خطي العتبه. تا تا يلا يا حبيبتي لوحدك بقى. لا يا حبيبتي مش لوحدك، تخربي الدنيا لوحدك. برجليك برجليك. يلا ايدك هنا برجليكي بقى. يلا واحده واحده لوحدك. برافو يا سارة، برافو برافو. امشي واحدة 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 واحدة. سيبي يا حبيبتي دي، بصي دي العظم كده، وامشي امشي وانت بتلعب. امشي يلا يا سارة، يلا اتحركي لوحدك بقى، لوحدك. يلا يلا على مهلك. شاطرة يا سارة. تعالي بقى، تعال يا حبيبي تعال. تاتا خطي العتبة. تاتا حبة حبة. تاتا خطي العتبة. تاتا كده سارة ماشي. ها
الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا دكتور؟ شفت عفريتة قدامك؟ لا متأسف يا فلك، بس أنا متعود أرجع البيت ما لقيش حد، أنت أول مرة تيجي قبل مني. يا سلام، كنت فين؟ غريبة يا فلك، عمرك ما اهتميتي تسأليني أنت كنت فين وجاي منين؟ كنت في العيادة. أنت كذاب. عيب يا فلك. ومش عيب راجل في سنك ومركزك ويكذب عليا. أنا مش هرد عليكي. تصبح على خير. استنى هنا، انا لسه بتكلم. اوعى تسيبني وتمشي، انا الدكتوره فلك منصور. ومش عيب يا دكتوره فلك منصور تشتمي جوزك في وشه وتقولي له انت كذاب؟ عشان ما كنتش في العياده، انت كنت في النادي. انت بتجسسي عليا ولا ايه؟ انا شفتك بعناية وانت قاعد مع الدكتوره سرايا وعمال تحب فيها. انا؟ ايوه انت، الدكتوره سرايا الحب القديم اللي كنت خاطبها قبل ما تتجوزني، واللي جوزها مات السنه اللي فاتت. أنا قابلتها بالصدفة وقعدت نتكلم في الدنيا وأحوالها. أيوة طبعا الدنيا وأحوالها، مش كده؟ ولا بتصحصحوا الحب القديم؟ عيب عيب يا فلك، في إيه؟ الله، دي زميلة قديمة وقابلتها صدفة وقعدنا ندردش في النادي مكان عام. آه طبعا، أمال إيه؟ المرة دي دردشة في النادي، المرة الجاية تجيبها عندي هنا في البيت. كفاية بقى، عيب يا فلك، مش أنا الراجل اللي يصدر عنه أفعال حقيرة زي دي. الأفعال الحقيرة دي انت اللي مسؤول عنها، انت وست سرايا بتاعتك. يا دكتور يا متصابي، بص لنفسك كويس وانت تعرفي مين فينا اللي متصابي. اخرس. بتمد ايدك عليا يا فلك؟ انا لولا انه عيب وانا في السن ده كنت رميت عليك اليمين. أنا لولا خايف على مشاعر حسن كنت رميت عليك اليمين فورا. تالي كل شيء بينا انتهى يا دكتورة. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوقي فوق الحد ونحضن بكرة بأيدينا. من بكرة وعمايله، وآه من لسه منشيله، وآه من حلم عالي الفوق ولسه الكف مش طايله. نلاقي نفسنا لينا. ومن حبك يا دنيا بجد،